مشاهدينا السلام عليكم من تلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة. أهلا بكم، ونبدأ هذه النشرة بأبرز العناوين. موسكو وأنقرة تتفقان على إعادة الحوار بينهما بعد أشهر من العلاقات المتوترة، ويتعهدان بتقريب وجهات النظر حول الأزمة السورية. الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في حلب وتحذر من تعرض مليوني سوري للحصار. التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في فترتها الثانية محور اجتماع اللجنة الإعلامية. وتتابعون في النشرة الاقتصادية. معدل التضخم في السلطنة يسجل ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي. ومن أبرز الأخبار الرياضية، سالم الوهيبي المترشح لرئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم يستعرض رؤيته الانتخابية في لقاء إعلامي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رافائيل كوريا ديلغادو رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن أطيب التهاني والتمنيات لفخامته ولشعب الإكوادور الصديق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ردا على برقية جلالة السلطان المعظم المهنئة له بالذكرى 70 لعيد الاستقلال. أعرب فيها عن بالغ شكره على ما تضمنته برقية جلالته من مشاعر أخوية تجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تطوير وتعزيز العلاقات في جميع المجالات لما فيه خير الشعبين الشقيقين، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويكلأ بعين رعاية وتوفيقه، وأن يحقق للشعب العماني كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ردا على برقية جلالته المهنئة له بذكرى ثورة 23 من يوليو. أعرب فيها عن شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم داعيا الله العلي القدير أن يمنع أو يمتع جلالته بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الحق والرشاد خطاه، وأن يديم على الشعب العماني نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدا فخامته على عزم بلاده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على فتح صفحة جديدة بين بلديهما بعد أشهر من العلاقات الدبلوماسية المتوترة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس التركي إلى سان بطرسبرغ شمالي سوريا أو روسيا، التقى خلالها نظيره الروسي، وتوافق الجانبان على استئناف العلاقات الاقتصادية والسياسية وتقريب وجهات النظر حول الأزمة السورية. بعد أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين البلدين، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رغبة بلاده في إعادة الحوار مع تركيا، وذلك لدى استقباله في سان بطرسبرغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان. إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى روسيا في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالداخل التركي تدل على الرغبة المشتركة في استئناف التعاون. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى لجعل العلاقات أكثر قربا مع روسيا، مشيرا إلى أن البلدين ستعاودان استهداف الوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويا.
لقد أتيحت لنا إمكانية التحدث بمشاركة أعضاء الوفدين وبدونهم، بما في ذلك حول استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا وفي مجال مكافحة الإرهاب. أؤكد أن العلاقات الروسية التركية قد دخلت في مسار إيجابي فعلا. وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الرئيسان بوتين وأردوغان بأنهما سيجريان مناقشة منفصلة حول سوريا في وقت لاحق بمشاركة مسؤولين بارزين بالاستخبارات والجيش، وذلك لتقريب وجهات النظر المتباينة بين البلدين وللوصول إلى أرضية مشتركة لحل الأزمة. هناك اختلاف في وجهات النظر بين موسكو وأنقرة حول الأزمة السورية، لكن موقفنا بشأن الأزمة في سوريا يستند إلى قاعدة أن التحولات الديمقراطية يجب أن تتم بوسائل ديمقراطية أيضا. كما أكد البلدان استعدادهما لاستئناف رحلات الطيران السياحي من روسيا إلى تركيا، والتي تم تعليقها بعد إسقاط أنقرة لطائرة مقاتلة روسية في نوفمبر الماضي. بعد أشهر من فتور العلاقة بين موسكو وأنقرة، يأتي لقاء زعيما البلدين لفتح صفحة جديدة، خاصة وأن مصالحهما المشتركة تلتقي في كثير من القضايا العالقة في المنطقة، ولعل أبرزها الملف السوري. لينا المتني، تلفزيون سلطنة عمان، موسكو. دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في سوريا لتوفير ممرات آمنة إلى مدينة حلب خصوصاً، والتي تتعرض لقصف كثيف واشتباكات متواصلة. وطالبت الأمم المتحدة في الحد الأدنى بوقف تام لإطلاق النار أو بهدنة إنسانية أسبوعية من 48 ساعة، كما حذر مسؤولون بالشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. حذروا من أن نحو 2 مليون مدني سوري معرضون للحصار في حلب، بمن فيهم أكثر من 270,000 محاصرون فعلا في الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها جماعات المعارضة. في اليمن، وللمرة الأولى منذ 3 أشهر، تستهدف غارات طيران التحالف العربي مواقع للحوثيين في محيط العاصمة صنعاء، بحسب ما أفاد متحدث باسم التحالف. وقال شهود عيان إن الضربات الجوية أصابت مجمعا رئاسيا وقاعدة عسكرية في صنعاء، وكذلك قاعدة للحرس الجمهوري في منطقة أرحب القريبة من المطار، الذي تحدثت أنباء عن وقف الملاحة الجوية فيه لمدة 72 ساعة بدءا من مساء الاثنين. في المقابل، قال مسعفون إن 14 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربة جوية أصابت مصنعا في حي النهضة بصنعاء، وأشاروا إلى أن عمال الإسعاف ما زالوا يبحثون تحت الأنقاض عن ناجين أو جثث لمفقودين. قال المركز الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية خافيير فقدت قوتها بعض الشيء وهي في طريقها لملامسة شواطئ المكسيك. وأضاف المركز أن العاصفة تتجه إلى الشمال الغربي بسرعة 8 كيلومترات في الساعة، محملة برياح تصل سرعتها القصوى إلى 97 كيلومترا في الساعة. وتوقع المركز أن تضعف خافيير مع دخولها مدينة كابوسان لوكاس المكسيكية. وكانت المكسيك قد شهدت وفاة 40 شخصا مطلع الأسبوع جراء انهيارات أرضية نتجت عن أمطار غزيرة في أعقاب العاصفة المدارية التي عرفت باسم إيريل. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. مهرجان شعوب ثقافة السلتك بفرنسا يواصل الحفاظ على موروثات تمتد لعصور قديمة. هنا الرائحة العالقة بالذاكرة تأخذنا دهشة مختلفة لتبهرنا بجمالها الآسر، حيث ملتقى الأسرة. امنح نفسك شغف التجربة، فهنا حكاية الجمال
لا تنتهي. مهرجان صلال السياحي 2016 من 15 من يوليو إلى 31 من أغسطس. عمان، المحبة والوئام. موسكو وأنقرة تتفقان على إعادة الحوار بينهما بعد أشهر من العلاقات المتوترة، ويتعهدان بتقريب وجهات النظر حول الأزمة السورية. الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في حلب وتحذر من تعرض مليوني سوري للحصار. التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في فترتها الثانية محور اجتماع اللجنة الإعلامية. مناقشة جوانب التهيئة الإعلامية لمراحل انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومتطلبات التغطية الإعلامية للانتخابات وفق مراحلها المتعددة من جميع جوانبها المقروءة والمسموعة والمرئية. هذه المناقشات كانت محور اجتماع اللجنة الإعلامية الأول لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية. ترأس الاجتماع سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة. بتكلفة جاوزت الربع مليون ريال عماني تم التوقيع على إسناد اتفاقية الأعمال الإنشائية لمشروع مركز الوفاة لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بولاية لواء بمحافظة شمال الباطنة، ويغطي المشروع مساحة 1500 متر مربع ليكون إضافة جديدة للاهتمام بفئة الأطفال ذوي الإعاقة وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير مهاراتهم الإبداعية. قرابة نصف مليون زائر إلى خريف صلالة حتى 8 من شهر أغسطس الجاري مقارنة ب 350,000 زائر للفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة نسبة نمو بلغت 27%. وشكل العمانيون ما نسبته 73% و10% للزوار من دولة الإمارات و5% من باقي دول مجلس التعاون. استغلال وقت الفراغ لدى الطلبة بكل ما هو مفيد أبرز أهداف برنامج الفعاليات الأكاديمية الصيفية بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا. البرنامج الصيفي يشارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة، ويسعى إلى غرس قيم القيادة وتحمل المسؤولية والاستفادة من الخبرات والثقافات المتعددة. على مدار 3 أسابيع وفي أجواء تعتمد على النفس، يقضي 100 طالب وطالبة برنامج الأكاديمية الصيفية في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا كإسهام مباشر لاستغلال أوقات الفراغ لدى الطلبة في كل ما يمكنهم من الاطلاع على الخبرات والثقافات والمعارف المختلفة. تم تنفيذ هذا البرنامج بعد ما حققناه في النسخة الأولى من البرنامج اللي هي كانت في العام الماضي نسخة 2015. البرنامج هذا جاء ليغطي العديد من الأنشطة والفعاليات اللي ممكن أنها تنمي من مواهب الطلاب بطريقة مبتكرة وعملية أكثر من التركيز على الجانب النظري. هذا البرنامج أعد لصقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته أكثر مما هو جانب أكاديمي أو دراسي، فإحنا دورنا ليس فقط إشراف للطلبة في السكن أو في بعد اللي هو الكادر بعد الجانب الأكاديمي، بل بالعكس احنا حتى دورنا في الجانب الأكاديمي يعتبر دور مهم وكبير جدا. البرنامج الأكاديمي يعتمد وبشكل أساس على البناء المتكامل للمشاركين عبر التركيز على تطوير المهارات الأكاديمية والاجتماعية واللغوية كهذه التي تعنى بتدريس أساسيات اللغة الألمانية وأخرى التي تغرس عددا من المهارات باللغة الإنجليزية.
استفدت من برنامج الجامعة الألمانية أو الأكاديمية الصيفية للجامعة الألمانية كثير من الأشياء، من بينها المهارات القيادية إضافة إلى الميديا اللي هي المهارات الإعلامية، من كان جرافيكس كان مونتاج كان تصميم أو كتابة نفس الحالة. أيضا الحين إحنا في حصة أو خلينا نقول كلاس اللغة الألمانية، أساسيات اللغة الألمانية، وبصراحة جدا جدا استفدت من الموضوع. اشترك في هذا البرنامج لتنمية خبراتي وصقل شخصيتي، استفدت من هذا البرنامج العديد من الخبرات والمعلومات التي تفيدني في مستقبلي والحاضر. في حين فإن بناء الفريق والقيادة والابتكار والإبداع وخدمة البيئة حاضر عبر الاستفادة من خامات البيئة بإعادة تدويرها، كهذه الورشة التي أنتجت أعمالا فنية من خامات البيئة. البناء التكاملي لشخصية الطالب عبر تنمية مهارات القيادة وغرس قيم المواطنة جوانب سيكتسبها المشاركون في هذا البرنامج الأكاديمي الصيفي. عبد الله بن عامر الويهي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا. على بعد 40 كيلومترا من شرق ولاية قريات يقع وادي العربيين الذي يشكل رافدا مائيا للأفلاج والآبار التي تقوم عليها الحياة الزراعية والاجتماعية. التقرير التالي يأخذنا إلى وادي العربيين ويسلط الضوء على التنوع البيئي الذي يمتاز به الوادي، فلنتابع. شرفة جبلية تطل بك على بلدة تستقبلك بواحة نخيل ترويها أمواه جارية وثغاء ماشية يتردد صداها في وادي العربيين بولاية قريات. هناك العديد من الأشياء، والطبيعة جميلة جدا والناس ودودون، ولقد قضينا بعض الوقت في الجبل الذي كان مخيفا قليلا بتعرجاته، والآن سنتوجه إلى وادي العربيين. تجيب الأولاد يعني على أساس نسبح شوي نبرد في هذا الجو الحار يعني، وأنا شخصيا يعني أحب الأمور تكون بسيطة يعني، فالبساط كذا وظلة والحمد لله، بعيد عن بعيد عن المشاوي وبعيد عن النيران. يمرح أطفال عبد الله ابتهاجا بالماء، مياه غزيرة منبعها سفوح جبال سوقة وما جاورها، تتشكل في برك مائية عميقة تغذي أفلاج القرية. الأفلاج موجودة بكثرة يعني في كل منطقة، فيها مثلا سويح فيها طبعا 4 أفلاج موجودة، اللي هو العقة، فلق العقة وفلق الصرم، العقة وفلق الحيلة، وبعدين موجود أيضا مرة المنطقة الثانية هي الحيل، فلق الحيل أقواسم، والبطحة والصليفي والفرع. تنقص المنطقة خدمات سياحية، اللي هي أول شيء الأهم شيء الشارع، يعني تقريبا باقي 7 كيلومتر على وصوله لهذه المنطقة. تنوع بيئي تعج به الحياة يفسر ارتباط الكائن بالمكان ولشجرة الخشت وما تبقى منها في الذاكرة ارتباط. يصنعوا من حصاره يقصوه، ومن قصوه ربطوه، ومن ربطوه روحوه، ومن روحوه تمعن 4 أيام 5 أيام جيوا خرسوا في الماء سويوا سدايو حبال سدايو ونساجوا حصر. رواية من تاريخ حافل يزخر بتفاعل أهالي البلدة مع مفردات الطبيعة الغنية. بيئة غنية بمفرداتها الجغرافية والجيولوجية الواعدة في الاستثمار السياحي والاقتصادي متى ما استغلت. أحمد بن بارك الدرمكي من وادي العربيين بولاية قريات. أفاد مصدر مسؤول بأن الحكومة تابعت عن كثب وبعناية ودقة وشفافية ما نشر مؤخرا في إحدى الجرائد اليومية المحلية، ووجدت فيما نشر تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني وأكد عليها النظام الأساسي للدولة. إن ما نشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء الذي ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام وألا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة، وذلك بقصد زعزعة الثقة فيه، وهو ما رمت إليه تلك الجريدة في سلسلة من المقالات والمقابلات. إن مرفق القضاء هو ضامن العدالة والعدل، هو ضمان الاستقرار المجتمعي وحاميه والمرجعية،
ويلجأ إليه في التقاضي بين الأفراد. وانطلاقا من حرصها وأداء لمسؤولياتها، فإن الحكومة وهي تستلهم المبادئ التي رسخها النظام الأساسي للدولة وتقتدي بما جاء في النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه حول حرية الرأي والمسؤولية وفي صميمها الخير العام وخدمة المجتمع، وتسترشد بمواد القوانين ذات الصلة التي تتيح لها من الأدوات ما يمكنها من أداء الدور المنوط بها والقيام بواجبها كما تقتضيه تلك القوانين، وفي مقدم ذلك كله صون مكتسبات هذه النهضة المباركة التي كان ملهمها وقائدها باقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله. انطلاقا من ذلك كله وبعد دراسة متأنية وفحص دقيق لكل جوانب الموضوع، اتخذت الحكومة من الإجراءات ما يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني، كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو مبالغة. إن الحكومة وهي تقوم بتلك الإجراءات لا تؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح ذاتية، وأن مرفق القضاء سيظل مرفقا شامخا وعنوانا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة. مشاهدينا الآن نذهب بكم إلى الأخبار الاقتصادية مع الزميل طلال، فلنتابع. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة، طازج وصحي لكل العائلة. أهلا بكم. ارتفع معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015 وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار إلى ارتفاع أسعار مجموعات رئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.88% والنقل بنسبة 7.87% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية بنسبة 0.43%. ارتفعت أسعار النفط الخام فوق 45 دولارا للبرميل اليوم، في حين رجحت كافة التوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية وتكهنات بلجوء المنتجين في زيادة الأسعار أمام المخاوف الناتجة عن تخمة المعروض في الأسواق. وارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم 24 سنتا مقارنة بسعر أمس. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان بلغ 42 دولارا و60 سنتا للبرميل، كما بلغ معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس الجاري 46 دولارا و60 سنتا للبرميل، مرتفعا بذلك دولارين و27 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. 23 ألف مقعد إضافي يوفرها الطيران العماني للمسافرين المتجهين إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف، ليصل إجمالي المقاعد 317,600 مقعد في مختلف الدرجات. تأتي هذه الإضافة في عدد المقاعد تلبية للطلب المتزايد من المسافرين المتجهين إلى المحافظة، كما طرأت الزيادة أيضا في الساعة التشغيلية من خلال تعزيز ترددات الرحلات بين كل من صلالة مسقط وصلالة دبي بتسيير 11 رحلة يوميا بين صلالة ومسقط وست رحلات بين صلالة ودبي. نحن في أوربيك نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة.
نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف الظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. استمتعي بألذ الأطباق مع لبنة الصفوة الفاخرة. أهلا بكم من جديد. هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.5% في أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار الأمريكي اليوم، وجاء هبوط الاسترليني بعد الضغوط عليه منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى دولار و29 سنتا في التعاملات المبكرة في لندن، في حين تراجعت العملة البريطانية بنسبة 0.33% مقابل اليورو. وبعد بعض المكاسب الأولية استقر الدولار دون تسجيل تغير يذكر أمام سلة العملات العالمية. تراجعت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل المركزي الأمريكي، وهو ما قوض الطلب على المعدن النفيس. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1333 دولارا و84 سنتا للأوقية، بينما نزل سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر دولارا 91 سنتا إلى 1339 دولارا و40 سنتا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة بنسبة 0.2% إلى 19 دولارا و69 سنتا للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في نحو أسبوعين. بهذا الخبر نصل بكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. الصفوة طازج وصحي لكل العائلة. من الطبيعة العمانية إلى معالم النهضة المباركة، حبست عدسة المصور أنس الذيب بعمر صورا فوتوغرافية نال بها جوائز محلية وعالمية. 46 صورة يشارك بها المصور العماني في معرض بعنوان عمان المحبة والوئام، والذي افتتح بمركز البلدية الترفيهي بصلالة. 46 صورة فوتوغرافية يضمها معرض عمان المحبة والوئام الذي يقام بمركز البلدية الترفيهي للمصور أنس الذيب بعمر، الذي اختار هذه الصور للمشاركة بها بالمهرجان التي التقطت من مواقع مختلفة بالسلطنة. حوى المعرض على صور تتحدث عن الإنسان العماني والطبيعة العمانية المتنوعة، إنسان عمان، ثقافة عمان، قصتها عن طريق الصورة. المعرض راح يحتوي إن شاء الله على مجموعة من الصور المتنوعة اللي راح إن شاء الله الزائر إلى المعرض راح يسيح في بحر من الإبداع الفوتوغرافي. صراحة معرض سعدت بزيارته، جميل جدا، جميع الصور ما شاء الله. أنس الذيب فنان ومبدع، أتمنى له كل التوفيق. وأكثر صورة صراحة شدت انتباهي اللي عندكم هذه. الصور المتنوعة في هذا المعرض تدل على احترافية المصور في اختيار الزوايا المختلفة وحسه الفني، كما تبين جماليات المواقع السياحية والنهضة التنموية التي تتميز بها السلطنة. والله كانت زيارة جميلة، شفت صور مرة مبدعة جدا للمصور أنس الذيب، فما حد لاحظ إلا لو يعني مركز في الفوتوغرافي هذا، فأعتقد أنه التقط صور جميلة جدا والدقة في التفاصيل مبدعة صراحة، وأتمنى له التوفيق الدائم، وأتمنى الشباب يحصلوا الدعم اللي هم يريدونه. الشباب منهم يعرفوا يصوروا واجد، فأتمنى يحصلوا الدعم.
صراحة المعرض جميل جدا، وأول مرة أزور معرض الأنس ذيب، هو زميل لي وعجبني تصويره في عدة صور جميلة. ويستمر هذا المعرض في استقبال زواره بشكل يومي من الساعة 5 مساء ولمدة 8 أيام حتى 15 من هذا الشهر. من قاعة سمهر بمركز البلدية الترفيهي بصلالة، سالم زعبناوت المهري. وننتقل بكم مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية مع مزون الحسنية. مزون تفضلي. شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا. عقد سالم بن سعيد الوهيبي المترشح لرئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم أول لقاء إعلامي منذ ترشحه للمنافسة على المنصب بفندق سيتي سيزنز بالخوير. واستعرض الوهيبي خلال لقائه الموسع مع الإعلاميين نتائج الجولة الانتخابية التي قام بها في الأندية خلال الأربعة الأشهر الماضية. واعتبر الوهيبي أن المنتخب الأول أحد أبرز وأهم الملفات التي تحتاج إلى تطوير كبير خلال المرحلة القادمة. وأكد الوهيبي الإبقاء على دور المحترفين والعمل مع الحكومة في كيفية تطويره لزيادة النتائج وتقييمه في كل مرحلة. الجدير بالذكر أن حملة الوهيبي للترشح كانت بعنوان التغيير والشفافية. أنهت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم إعداد المواد التعليمية الجديدة في قانون كرة القدم من خلال التفسير الجديد للقانون وكذلك حالات الفيديو استعدادا لتجهيز الحكام للموسم الجديد. وسيدخل الحكام في أربعة معسكرات، أولها يبدأ في 14 من أغسطس الجاري ويستمر حتى 21، وذلك في محافظة ظفار لحكام النخبة وعددهما 30 حكما وحكما مساعدا، وهم الذين سيديرون مباريات دور المحترفين وكأس حضرة صاحب الجلالة ودوري الدرجة الأولى. وسيتواجد خوسيه ماريا المدير السابق لدائرة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم في معسكر صلالة من أجل شرح القانون والإشراف على الاختبارات. وإلى الأخبار العالمية، حيث يقص الموسم الجديد في كرة القدم الأوروبية الشريط الافتتاحي عندما يلتقي ريال مدريد وإشبيليا الإسبانيان بعد قليل في مباراة كأس السوبر الأوروبية والتي ستقام في تورندهايم النرويجية. والتقى ريال مدريد وإشبيليا في النسخة قبل الماضية من السوبر الأوروبية وكان الفوز فيها من نصيب الأول بهدفين نظيفين. وسيفتقد ريال مدريد في مباراة الليلة عددا من اللاعبين للإصابة أو عدم الجاهزية. وبالنسبة لإشبيليا فإنه سيخوض هذه المباراة سعيا أيضا نحو التتويج بلقبه الأول هذا الموسم، وإن كانت أمامه أيضا فرصة في حال الخسارة للتتويج بلقب آخر حينما يواجه برشلونة في كأس السوبر الإسباني. وفي خبر آخر، حيث أعلن مانشستر يونايتد عن استعادة لاعبه السابق الفرنسي بول بوجبا من نادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 5 سنوات. ويعد بوجبا واحدا من أبرز نجوم الكرة الأوروبية في الوقت الحالي، وقد شارك في 36 مباراة مع المنتخب الفرنسي وكان قد انضم لقطاعات الناشئين بمانشستر يونايتد في 2009 وانتقل إلى يوفنتوس عام 2012. وأكد نادي يوفنتوس الإيطالي في بيانه الرسمي على أن قيمة الصفقة 105 ملايين يورو يسددها مانشستر يونايتد خلال عامين بجانب 5 ملايين يورو يحصل عليها النادي الإيطالي وفقا لبنود في التعاقد كمتغيرات. ونبقى مع أخبار التعاقدات ولكن مع القطب الثاني لمدينة مانشستر، حيث أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي ضم مدافع منتخب إنجلترا وفريق إيفرتون لكرة القدم جون ستونز لمدة 6 سنوات. ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن الصحف المحلية أشارت إلى أنها تبلغ 61 مليون دولار. وفي حال تأكد المبلغ الذي دفعه سيتي للحصول على ستونز
بونز، فإنه سيصبح ثاني أعلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي دافيد لويز الذي انتقل من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 65 مليون دولار. وإلى الخبر الأخير، حيث حقق الإيطالي نيكولو كامبرياني رقما أولمبيا جديدا في منافسة الرماية ببندقية هواء من مسافة 10 أمتار. الإيطالي الذي ظفر قبل 4 أعوام بفضية أولمبياد لندن نجح في تحقيق 206.20 نقاط، وهو رقم أولمبي جديد، وتعتبر هذه ثاني ذهبية أولمبية يحصل عليها الإيطالي، فقد حصل قبل 4 سنوات على ذهبية الرماية ببندقية لمسافة 50 مترا من 3 مواضع، وتقدم كامبرياني بنقطة ونصف على الأوكراني سيرهي كوليش الذي نال الفضية، بينما كانت البرونزية من نصيب الروسي فلاديمير ماسلينكوف. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية، وعودة إلى الزملاء. شكرا لك مازون. حلت استراليا كضيف له مكانته في مهرجان انترسلتك السنوي في فرنسا، وهو مهرجان تحتفي به شعوب ثقافة السلتك المنتشرة في غرب أوروبا بعاداتها وتقاليدها المتأصلة فيها منذ العصر الحديدي. وأكثر ما يسيطر على أجواء المدينة المستضيفة لهذا المهرجان السنوي الموسيقى والفنون التقليدية ورائحة الأطعمة الشعبية التي تعد أبرز رموز التراث والثقافة في كل الأزمنة والأمكنة. طغت على المشهد العام في شوارع وطرقات مدينة لوريان غرب باريس رقصات متنوعة تزينها أزياء تراثية على وقع أنغام الموسيقى الريفية. يتكرر هذا المشهد سنويا ضمن فعاليات مهرجان انترسلتك الذي يقام احتفاء بأفضل ما تحتوي ثقافة شعوب السلتك المنتشرة في غرب أوروبا. راقصون وفرق موسيقية أتوا من ويلز وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا وجدوا مكانا لهم في مسير الموكب، مقدمين لآلاف الجمهور أجمل ما تأصل فيهم من ثقافة السلتك. وهذا العام حلت أستراليا كضيف مميز في هذا المهرجان، إذ أبرزت معظم المفردات الثقافية الخاصة بها باعتبار أن أول من سكنها شعوب قدمت من إيرلندا وبريطانيا واسكتلندا. مشاهدنا، في ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين. موسكو وأنقرة تتفقان على إعادة الحوار بينهما بعد أشهر من العلاقات المتوترة، ويتعهدان بتقريب وجهات النظر حول الأزمة السورية. الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في حلب وتحذر من تعرض مليوني سوري للحصار. التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في فترتها الثانية محور اجتماع اللجنة الإعلامية. مشاهدينا، في ختام هذه النشرة لتحيات فريق العمل. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مجددا مع أحوال الطقس. نشطت السحب المحلية هذا اليوم مع ساعات المساء بشكل جيد على مناطق جبال حجر، تسببت بعض الأمطار المتفرقة والمتفاوتة في الغزارة، واستمر تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجواء محافظة السلطنة بشكل متفرق بين حين وآخر،
وفي جنوب السلطنة أيضا انتشرت بعض السحب في صحاري محافظة ظفار وشمال أيضا وشمال المحافظة، وكذلك في الأجواء المناطق المكشوفة والصحراوية من محافظة الوسطى تسببت بعض الأمطار المتفرقة هناك. حاليا تنتشر سحب في معظم محافظات السلطنة، معظمها سحب عالية ومتوسطة الارتفاع وسحب منخفضة على المناطق الساحلية، وأيضا بقايا لبعض السحب المحلية على المناطق الجبلية تبقى حاضرة بشكل متفرق خلال ساعات الليل. أما في جنوب السلطنة فانتشار بعض السحب حاضر كذلك في أجواء محافظة ظفار مع فرص تبقى محتملة للأمطار بين حين وآخر في بعض المناطق، مع أيضا استمرار نشاط سحب الخريف على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار ومناطقها الجبلية، وهناك فرص أيضا لتشكل بعض السحب الممطرة أحيانا على المناطق الجبلية لمحافظة ظفار خلال ساعات نهار الغد، ومع أيضا ساعات مساء الغد بحول الله تعالى الفرصة مواتية لتشكل السحب المحلية على المناطق الجبلية لجبال الحجر، فرص لأمطار قد تكون رعدية أحيانا وأيضا قد تصاحب الرياح النشطة الهابطة، وتستمر تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجواء محافظة السلطنة بوجه عام. نتابع تفاصيل أجواء النهار القادم ونبقى بداية مع معلومة اليوم. القمر الاصطناعي تايروس، تم إطلاق أول قمر اصطناعي لأغراض الطقس وجمع البيانات الجوية في إبريل عام 1960 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعرف باسم تايروس 1، واستمر في دورانه حول الأرض حتى منتصف يونيو فقط من نفس العام، وذلك بسبب عطل كهربائي، وبعدها تم إطلاق تايروس 2 في نوفمبر عام 1960. إلى تفاصيل أجواء النهار القادم، وبداية مع حركة الرياح، تستمر الرياح الجنوبية الغربية على الساحل الجنوب الشرقي للبلاد نشطة السرعة في مجملها، تتراوح سرعتها بين 15 إلى 40 عقدة على المناطق الساحلية وجنوبية 20 عقدة نشطة على أجواء محافظة ظفار. البحر يبقى هائج الموج هناك، ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، والرطوبة النسبية تتراوح بين 70 إلى 95%. إلى سواحل محافظة مسندم، تستمر الرياح الجنوبية الشرقية بالهبوب على معظم سواحل المحافظة معتدلة السرعة، والبحر هادئ الموج يصل أقصى ارتفاع له 1.25 متر. في حين تستمر الرياح الشمالية الشرقية أيضا بالهبوب على سواحل بحر عمان معتدلة السرعة كذلك، تصل سرعتها إلى 10 عقد، ويبقى البحر هادئ الموج عند 1.25 متر مع رطوبة نسبية تتراوح بين 55 إلى 90%. فرصة أيضا لتواجد بعض السحب المنخفضة مع ساعات نهار الغد في أجواء العاصمة مسقط والعظمى عند منتصف الثلاثينات، الفرصة مواتية لتشكل بعض السحب الممطرة على المناطق الجبلية في جنوب الباطنة، ودرجات الحرارة العظمى هناك تصل إلى 43 درجة. 36 عظمى غدا في صحار مع بعض السحب المتفرقة، و44 في خصب مع أجواء مشمسة بوجه عام. إلى شمال الشرقية، انتشار السحب محتمل في فترات المساء مع بعض الأمطار المتفرقة، ودرجة الحرارة 44 في إبرة نزوة 44، وجبل شمس 25 درجة مئوية مع فرص لبعض السحب الممطرة. أبري 45 درجة والبريمي 43 درجة مئوية مع فرصة أيضا في فترات المساء لتشكل السحب المحلية الممطرة، وقد تكون أيضا بعض الخلايا الرادية حاضرة أحيانا في فترات المساء تصاحبها رياح نشطة هابطة قد تثير بعض العوالق الترابية في أجواء هاتين المحافظتين في ساعات المساء. إلى جنوب السلطنة، تنتشر السحب في أجواء سواحل محافظة ظفار ومناطق الجبلية مع فرص لاستمرار تساقط الرذاذ وبعض الأمطار، وفرص الأمطار أيضا تمتد نحو أجواء ثمريت وشمال المحافظة، وفي هيمة أيضا تتواجد بعض السحب الممطرة بين حين وآخر، ودرجة الحرارة 44 درجة مئوية. العظمى 32 غدا في مصيرة ضمن أجواء غائمة جزئيا، وكذلك والحال بالنسبة لأجواء الأشقر، ودرجة الحرارة هنا تصل إلى 30 درجة، في حين تصل إلى مطلع الأربعينات غدا في صور مع تواجد بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار. كان هذا كل ما لدينا من أخبار الطقس حتى الساعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.